اسم أمل. الله يجعل حياتك كاملة أمل. أمل أمين. أمل قلب عمر. أنا محتاجة أمل في حياتي. بغات خويا أمل بزاف أخويا. قلب قولي لي عامر بزاف. فاليوم عندك واحد الفرصة تقدري تعاودي كاع داكشي اللي دارك. تفضلي احنا كاملين تنسمعوك يا أمل. شكرا بزاف خويا بدر وبغيت نشكرك لأنك عطيتيني هاد الفرصة باش نتكلم خويا قلبي، لأنني دائما كنسمي نفسي بواحد الاسم بجريحة الصمت، لأن الصمت قتلني بزاف. فبغيت كل ما كيشاهد هاد اللايف يدعي معايا اللايف يرجع ليا، هادي أول حاجة كنطلبها. براسي مرتاب كسمح لي أخويا، وما بغيتش نبكي وأنا نسرد القصة ديالي، بغيت نتكلم أكثر منك. خذ راحتك أخويا بدر. أنا واحد الإنسان اللي عشت واحد طفولة صعيبة وهي اللي بقى مأطرة علي لحد الآن. ربما بزاف غيقولوا لي بأنها من الماضي، يعني خصك تنساي الماضي لأن الماضي كيتنسى، ولكن هذاك الماضي ما قدرش ننساه. أنا من مواليد 1989. عندك 32 عام. أبغيتك تركز على هاد 1989 لأن غتغير واحد الفترة من حياتي. 1900؟ أنا غنوصل هاد 1989، وهذا الرقم غادي يتغير في واحد الفترة من حياتي، أنا نوصل ليه وغتعرف علاش. ماما خويا بدر، أنا ولدتني أم ديالي بواحد طريقة غير شرعية، كانت مع الأب ديالي وولدت أختي قبل مني وهي معاه في علاقة غير شرعية، لأن حكم أن والدي ما كانوش قابلين وهذا. فزادت أختي الأولى، من مورها زادت أنا. كانت يقولها زعما تسناي، لأن من بعد هو غادي يحكي لي باش غادي نعرفه، كان يقول لها تسناي نتزوج بيك على ما يرضى والدي أو هادي وهادي، ما بغاتش. مهم أنا كانت عندي 40 يوم، هزاتنا ورحلات من ديك البلاد اللي كانت عايشة هي وياه فيها، وجات عند التحقت بالمدينة اللي كانت عايش فيها هي. التحقت في ديك المدينة، جات حطتني عند واحد خالتي، حطتنا عند واحد خالتي أنا والأخت ديالي. صافي 40 يوم ما بقيناش، صافي ما بقاتش يعني عاشت معانا، هزات راسها عاوتاني. هذيك خالتي يعني حملت قال عليها وجاتها الحاله صعيبه، هزات اختي داتها لدار جدي اللي هو الام، هو الاب والام ديال الوالده ديالي الله يرحمهم، داتها تما. وانا بقيت عايشه مع ديك خالتي بحال اللي تبناتني. ديك خالتي كانت توفى لها الراجل وعندها كان عندها ولد واحد، توفى لها وتبنات. مهم ديك خالتي كانت عايشه مع خالي، كانوا عايشين هما يعني مع بعضياتهم، خالي مجوج وهي عايشه، هي الدار ديالها غير كانت عايشه معها خالي ووليداتو. المهم انا كبرت تما كينات، بديت كنعرف شويه، وصلت عندي تقريبا ديك 5 سنين، وليت كنعرف يعني كنفهم شويه. فاذا بها الام ديالي غتبان واحد، غتبان وانا العمر ديالي تقريبا 5 سنين ونص هكاك، غتبان وهزه في يدها وليد اخر ولدت ولد عاوتاني بطريقه غير شرعيه، ولدت وليد اخر بطريقه غير شرعيه. مهم جات صافي تقبلوها عادي، جلسات الام ديالي من الناس اللي كتمارس الدعاره، وكان سمحوا لي على الكلمه، كتمارس الدعاره. مهم جات كتخرج عاوتاني نفس الطريق، انا وخويا عايشين مع دار خالي وخالتي، هي عاوتاني مره تجي مره ما تجيش. المهم الحاله هكاك توصلت عندي 6 سنين، وصلت عندي 6 سنين في عمري، وليت كنفهم كنعرف. مرت خالي هذيك خالتي كانت كتخدم وخالي كيخدم، كنبقى مع مرت خالي، كتضربني انا وخويا، كتكرفس علينا. المهم راك عارف ما عندكش والديك ضروري غادي تكرفس، درجه ملي كنبقاو بالجوع حتى كيجيو هما بالليل، عاد نقدروا ناكلو، عاد نقدروا نغسلو، نقدروا نبدلو. المهم بقينا بحال هكاك. هذاك الاخ ديالي كان صغير، كانت عمره تقريبا شي 3 سنين بحال هكاك. واحد النهار كنتفاجئوا بالليل تقريبا، ما كانش الوالده
كنتفاجئوا بان شي ناس هجموا علينا وداك الشيء. المهم جاو كيقلبوا عليها ما عرفناش حنا شنو السبب، واش كاينه فلانه فلانه ولا كيقول لهم خالي لا ما كايناش، شنو المشكل؟ كيقولوا ليها ودي جات السيده كتقول ليه راه اختك سرقت ليا تقريبا شي 3 كيلو ديال الذهب بحال هكا، واحد المبلغ مالي اللي تقريبا شي 7 المليون اللي سرقتهم هي. وديك السيده كانت خدامه عندها، وديك السيده كانت عندها دار ديال الدعاره. مهم جات جابت البوليس، مهم ناضت الروينه ناضت المشاكل صافي. حنا قال لها خالي انا ما عنديش علاقه بها، هي راه كتخرج ما كنعرفوهاش، في كتمشي كتغيب بالشهر بالعام بالعامين كنعرفوهاش، هي ولادها سامحه بهم. المهم شاد ديك السيده بقاو ديما البوليس كيجيو كيقلبوا. واحد النهار ما عرفتش كيفاش هي، المهم جات دخلت للدار الوالده ديالي، دخلت للدار مع الصباح، جات دخلت للدار قالت لها مرت خاليها شنو شنو شنو، قالت لها انا راه كتبوا عليا وانا غير هادي وانا هادي. المهم جات جمعت شي حوايج ديالها، زدت شي ورق ديالها، جات جمعت لي انا حوايجي قالت لي تمشي معايا، خلات خويا ودتني انا معها. المهم انا فرحانه يعني، واخا كتبقى كتشوف امك كتفرح، يعني كتشوف الام ديالك ولا الاب كتفرح. المهم خرجت انا مشيت غدا معها، جراني في يديها غادي توصلنا لواحد البلاصه، المهم بحال الجرده بحال هكا وصلنا كنلقى واحد السيد واقف، واحد السيد واقف شافني هو يجرها من يديها، بقى كيغوت عليها كيقول لها علاش جايباها واش باغا دير لنا مشاكل دير لنا مونتيفات. قالت لي لا نديها معايا وانا بنتي هذيك وانا هذيك. قال لها ملي غتديها كون جبتي حتى الولد لاش مخليها على الولد ما تديهاش معك. انا كنسمع فيهم راني كنفهم كل شيء. المهم جات كنعقل انه هو شير على طاكسي صغير بحال هكا، وقف لي طاكسي صغير، جات عندي كتجري، زدت واحد صرت الحوايج ديالي اللي كانت جمعت ليا وجلستني فوق واحد الكرسي بالجرده، قالت لي تسنيني هنايا انا دابا شويه رجع عندك كنمشي غادي صخره وغنرجع. بقيت تما كينات كنتسنى 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 تقريبا حتى شي 10 د الليل وانا ما عارفاش فين غنرجع، ما عارفاش ما عقلاش على الدار لان واحد البلاصه بعيده. صافي تجمعوا ليا الناس انتي منين انتي، الحمد لله انني عقل على يعني على الاسم ديال خالي والمهنه ديالو، هو معروف ديك المنطقه انه كيخدم بالحكم الخدمه ديالو. جابوني حتى للدار وصلوني، صافي بقيت كنعاود ليهم راه شنو قالت ليا تسنيني واشنو. صافي مشات المهم، صافي مشات ما بقاتش يعني ما بقى عندها لا حس لا والو. دازت تقريبا مور داكشي شي شهر هكاك، شهر ما كاملش، بقاو ديما البوليس ديما كيجيو ديما. واحد النهار عاوتاني بحال هكا بالليل كانت خالتي ما كايناش في الدار، لان ديك خالتي كانت هي الحمايه ديالي الوحيده، هي والاخ ديالي، لا كانت هي ما كاينش اللي كيقيسنا ولا كيقرب لينا ولا. خوك كان كبر منك؟ لا كان صغر مني. اه اوكي. وحتى خالك هو اللي كان يحميك؟ لا خالي واخا كان كيسمع لمرتو يعني فهمتي، ما كيتسوق كيخرج من الصباح ما كيجي حتى الليل ما. المهم ديك الليله ما كانتش خالتي، جات ديك السيده اللي تسرق ليها الذهب وتسرق ليها اللي تسرق ليها داك الشيء ديالها، جات بحال هكا دخلت عند خالي، دخلها للدار بقات كتهضر معاه، قالت له شوف انا الا ما بانت اختك وما رداتش ليا رزقي غندي واحد من ولادها يبقى عندي حتى تبان اختك. قال لها انا لا ما قدكش واحد ديهم حتى بجوج، هذا الخال ديالي الله يرحمه والله يغفر ليه. قال لها ما قدكش واحد ديهم بجوج، قالت ليه فينا ما ولادها، هو يجربنا جابنا دخلنا عندها الصاله، قالت انا غندي البنت حيت خويا كان باقي صغير. قالت انا غندي البنت. تصور خويا بدر انا كنغوت وكنبكي كنقول ما باغاش نمشي معاها، وهزوني ولادو وخرجوني حتى وصلوني نص الطريق معاها، قالت لهم صافي غير رجعوا باش ما يعرفوش دار ديالها، وهي عندها ناس اخرين كيتسناوها باش غادي تديني. كانت هذيك هي البدايه ديال العذاب ديالي، ثم غنعيش اسوء عذاب في حياتي وانا عندي 6 سنين. المهم داتني معاها للدار، اول ليله كندخل للدار كنشوفها كل عامره بالرجال وبالعيالات، حاطين الشراب كارو وحاطين كل ما يطيح لك في بالك، موسيقى واللي عريان واللي لابس واللي دخلت وديك الضحك كتقول لهم انا جبت بنت فلانه، واحد الكلمه خايبه قال لهم انا جبت بنت فلانه. اول ما دخلتني عيطت لواحد السيد قالت له دابا غتحيد لها هذا الشعر هذا وغتلبسها الحوايج اللي خليت لك وغادي تجيبها ليا.
هذيك السيده كانت عندها الدار فيها 3 طاج داس لي وفوقي وفوق كاع. وهذيك عندها دار ديال داك الشيء بين قوسين جد الدار ديال الدار ديال داك الدعاره السفلي كله عامر غير بداك الشيء. وكانت عندها بنت كانت والده بنت. اها المهم دخلتني طلعني داك السيد الفوق جاب واحد بحال هذيك اللي بحال الماكينه كيحسنوا بها الراس. قطع لي شعري ردوا لي بحال الولد لبسني واحد الشورت وصافي ما هبطني معاه هبطني لتحت عندها. قالت لي امك دات ودات ودات ماشي مشكل انت غتخلصي كل ما انت حسن ليا كاع دارت فيا خير من دات هذاك الشيء باش تجيب كليانتي يا نيت انت بحال اللي كانت ما عرفش. المهم هكا قالت لي اول ليله المهم كنقول لك الدار عامره صور جات لي قرعه ديال الشراب وسمحوا لي على الكلمه حطاتها في يدي قالت لي شتي هادو كاملين غدوري تكبي لهم اللي شتي خوا الكاس غتكبي ليه. وانا كنبكي مع عفاش داك يعني اول مره كنشوف داك الجو ما جاني واحد العالم غريب انني ما عارفاش داكشي شنو هو ولا اني ما كنعرفش نكب شي كاس ولا شي حاجه. هذا كيصرف قاك هذا كيضربك هذا كي المهم هذا كيدفل عليك هذا كيسبك هذا كيطفي في كل قارو كيكبي وانا ما كتعرفش خولي شي كاس كيطفي في كتفي هاد القارو حتى تشوف كيلصق لي على الحي ني ما كنعرفش كاع كطلعني كتسد عليا في التواليط كل الليل هكاك وهادوك اللي كيشربوا حاجك ملي كيبغيو يدخلوا للتواليط كيدخلوا سكرانين وانا سد عليا في ديك التواليط ملي كيجيو حاجك يتبولو كيتبولو عليا مهم كيجي بحال هكاك بنهار كتفيقني مع الصباح كتخوي عليا الماء بارد كتدخلني للكوزينه كدير لي كرسي كتقول لي غسلي هادي وقعدي هادي ولا هرستي شي حاجه اليوم غتشوف اللي ما عمرك شفتي. ما كنعرفش انا ما عمرني غسلت ديك المواعن ما كنعرفش كيفاش ندير داك الشيء ما كنعرف. المهم كنحاول باش ما ناكلش الاعصاب باش ما نتعذبش. تصور واحد النهار خويا فاطمه رسلت ليها شي معان دزت واحد بحال السبود هو غليظ شويه دازو فوق البوطه خشيت شويه في رجلي تقرب يخرج من الجهه الاخرى كتبقى ديك الحرقة خامجة كنحس بأن بحال شي دود غيخرج مني ولا شي حاجة. المهم مكدبش عليك عشت العذاب 9 شهور ديال العذاب وانا في ديك الدار 9 شهور يوميا نفس المعاناة يوميا نفس العصا يوميا نفس نفس التعذيب يوميا. صور اخويا بضربني كتكون شتا كان عندها سطح كيتخنق كتعطيني كرطة وكتقول لي شوفي الصباح إلا صباح صبحت قطرة وحدة في السطح غنذبحك. صور لي الكامل شتا كتصب وأنا كنكرط في داك السطح باش ما يتخنقش باش أنا ما ناكلش العصب. تسع شهور ديال العذاب والمعاناة حتى لواحد المرة ولات كتخليني نخرج كتقول لي كتعطيني واحد ملي كيتقطع عليهم الماء ديك المنطقة كانت كيتقطع شي مرة كيتقطع الماء كانت واحد السقاية تما بحال شكل العروبية كتعطيني البادة كتقول لي خرجي عمريهم. كنخرج مرة كنعمرهم وكتلقاها ديما حاطة عليا العساس
كنعمر ديك البادو وكنجيبهم. واحد النهار انا كنعمر ديك السقايه ويدوز واحد الدري من الحومه ديالنا اللي كنت كنعيش فيها مع خالي وخالتي ويقول لي يا فلانه شنو كديري هنا؟ قلت لي شكون انت؟ قال لي ما عقلتيش عليا. قلت لي لا. قال لي انا راه ولد واحد السيده كانت عايشه مع حدانا تما واحد جارتنا. قال لي يا خالتك كتقلب عليك وراه علمت البوليس ما خلاتش فين قلبت عليك وانت هي مخشيه هنايا. قلت لي راه بقيت كنبكي. قلت له ديك السيده راه شنو 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 صافي. ويجي داك اللي حاضني قال لي كتعرفها؟ قال لي لا. غير سولتها واش نهز معاك حيت بانت لي صغيره الدريه صغيره وكتهز الدباده تقال صافي. هو يدبز معاه هذاك الدري ما مشاش بحالو. عرف بان كاينه شي حاجه تما. المهم عرف بان كاينه شي حاجه بقى حساس عليا من البيت شافني الدار اللي غندخل لها فين كاينه. دخلت انا للدار عادي شدتني عاوتاني هي بقى كيهضر مع داك مع شنو قال ليها اذا كانت كتهضر مع شي واحد شدتني عطاتني عاوتاني قلت لها العصا تعذيب الحراق تحمي الموز تحطوا على يدي تحطوا لي على الحمي تكون تتكمي طفي فيا طفيا. بالليل تقريبا جوي ديك السبعة بحال هكاك بدات عاوتاني السهره عندها يعني الدار عامره تكن كنسمعوا الدقان في الباب ني حلات وما يدخلوا البوليس. دخلوا البوليس ديك الدخله اللي كيدخلوا كتبان لي خالتي معاهم. كدبش عليك حسيت بان ما عرفش الاحساس كيفاش نوصف لك ديك الاحساس بانني شفت خالتي صافي عنقتها بقيت كنبكي تأشر هي كتقلب عليا وما عمرها يعني تخالي باش غيقول ليها انا عطيتها لهذيك السيده ما قالش ليها قلنا ما عرفتش فين مشات ولا داتها ما ولا. المهم خرجونا البوليس مشينا صندقوني البوليس قلبوني بعدا خرجوني بعدا الحمي كله خامج يعني ما فيش شي حاجه. تصور الراس ديالي فيه بحال تقبات بحال شي بير كطل فيه بقوه داك الوساخ ما كنغسلش حاشاك الجمال داك الحراق داك المهم كامل الراس ديالي بحال اللي كنبغي يولي فيا السرطان ولا شي مرض ولا هكا. قال لهم الطبيب صندقوني البوليس شافوني بديك الحاله المهم بحال هكا صافي شدوها. قالت لهم راه هي اللي مها سرقات. قال لها البنت ما عندها زعما شي علاقه باش غادي تشديها ما عندكش حق ما عندكش هذا. المهم تشدات هذيك السيده. انا نعست في السبيطار تقريبا شي شهر باش داويت لان كنت في واحد الحاله لا يرجى لها كنت غير شويه كنت غادي نموت. من مور ما خرجتني خالتي من السبيطار جاها تهديد بان انا عاوتاني غنتخطف انا عاوتاني غادي. قالت لي يا بنتي شوفي انا ما نقدرش نخليك في هذه البلاصه عندك الباديه عند واحد خالتي واحده اخرى عندك تعيشي معاها حتى نشوفوا كيفاش نديرو وتجلسي معاها راه غتهلا فيك وغتقراي وغادي تدخلي للمدرسه وانت العمر تمشي لك صافي. انا فرحت تادني عندك خالتي الباديه. ديك خالتي كانت بعيدة على دار جدتي بواحد المسافة يعني بعيدة. مشيت أنا عندك خالتي فرحت يعني قلت خالتي عائلتي راه فهمتي عشت العذاب طوبل أخويا بدر أقسم بالله عشت العذاب طوبل حيت أنا كان فيا بحال المرض كنت بول حاشاك كنعس بالليل ديك الخلعة كنبقى نتبول نقدر نكون غير واقفة بنهار تهضر معايا نقدر نفزك حوايجي. تصور كان صباح فاسقه كتدخلني للطواليط كتكب عليا سطول الماء بارد تصور باش كتضربني. هذه خالتك هذيك خالتي تصور ديك المشويطه ها الشكل كيضربوا بها الحمار كيكونوا صايقينو هذيك هي اللي كناكل بها العصا كانت فيما كتضرب كيطير لها وليت كنقول زعما علاش انا كنشوفك كتعامل مع ولادها مزيان وانا كتعدى عليا وكتكرفس عليا وانا باقا صغير وكتركب ليا ولدها بظهري كتقول لي انت لا طاح لك نقتلك. المهم توسع عليا واحد ربع شهور ديال العاده. حتى واحد النهار كانت جداتي مرضات وكانت هي غتهبط تشوف جداتي غتمشي لديك البلاصه اللي فيها جداتي داتني معاها بساتني وداتني معاها ملي دخلت بحال هكا جدتي كتشوف وجهي كامل زرق عينيا بحال شي مرض ضرب راجلها العينين هكاك زرقين
قالت لها مالكي معاها علاش؟ قالت لها ما كتحشمش وكدير المشاكل وكطيح ليا الدري كركبوا ولا. قالت لها واش هذه قد انك تركبي لها الدري دابز مع جدات؟ قالت لها بنتي راه عيب وعار هذه ريتي مثل الحيين. قالت لها ماشي والديه سمحوا فيها باش تكرسي عليها انا البنت صافي غنشدها عندي حيت شافتني فواحد الحاله ما نقولكش. انا عاوتاني غننتقل لدار جداتي عيطت على خالتي اللي في المدينه. صحيح هاد لايف تيوقف كلشي برك على قليب كلشي برك على قليب كلشي دير بارطاجي هاد لايف تيوقف كلشي جيم وبارطاجي عافاك سمحي لي حيت يوقف الناس اللايف. كملي لنا امل سمحي لي قاطعتك. ماشي مشكل. قالت ليها صافي يعني راه غادي نشدها عندي راه غتبقى. المهم انا بقيت عاوتاني دار جداتي ربما ارتحيت من العصا ولكن بدات معاناه ديال الهضره واش الدار واحد خالي وخالتي تما في ديك الدار ما كانوش كي بحال غير شافوني ما حملونيش واش الدار تعمريها بالحراميه واش ما كفاتكش الاولى. وانا ديك اختي كانت عايشه في ديك الدار ديال جداتي وما كنتش عارفه بان اختي لاننا فارقونا انا عندي 40 يوم وهي عندها 3 سنين ما كنتش عارفه بان يعني اختي شقيقتي من امي وبا ما كنتش عارفها ما غنعرفها حتى من بعد انا نكتشف بان هذيك البنت اللي عايشه تما اللي كبر مني شويه بانها اختي. المهم بقيت تما جات خالتي عاوتاني شرات لي الدواء كساتني. ديك خالتي كانت كتهلا فيا بزاف لدرجه ان دخلتني المدرسه طلبوا ليها الوراق انا ما عنديش الوراق. هنا فين قلت لك سطر على 1989 غيوقع تزوير تاريخ يعني تاريخ الازدياد ديالي حيت خصني ندخل نقرا وانا ما عنديش الوراق ما عنديش حاله مدنيه وبطبيعه الحال اختي ما عندهاش الوراق داخله غير بلا وراق لانه كان كيعرف واحد المدير داكشي وبحال يدار معاهم مزيان على ما يقادوا المسائل. هنا هضرت مع جدي جات الصراحه قالت له ودي لان ديك اختي فاش كانت عايشه مع دار جدي جداتي الوحيده اللي كانت كتعرفها بنت بنتها اما جدي ما كانش عارفها راه بنت راح فيتو كانوا كيقولوا لي راه هاد البنت سمحات فيها مار تشدت في الحبس وطلباتنا نخليوها عندنا تتخرج من الحبس على اختي. فمنين شافني انا بدات التساؤلات شكون هذه عاوتاني شكون هذه صافي وما يحطوا امام الامر الواقع قالوا له ودي هادو راه بنات بنتك راه شنو واقع وشنو واقع وشنو واقع وشنو واقع. المهم ما تقبلهاش في الاول ولكن من بعد صافي يعني سيرتو انا وليت عزيزه عليه لان النهار اللي جابتني ديك خالتي اللي تكرفصات عليا بقى فيه الحال وليت عزيزه عليه. صافي مشى كيجري كيقاد لنا الوراق عطى الفلوس انت عارف العربيه داك المقدم داك الشيخ القبيله كيعطيو الوراق الفلوس وهذا ولا كيعرضوا عليه باش كيقدم الوراق. المهم هنا غيبدلوا لي تاريخ الازدياد ديالي انا واختي دار واحد الزوير لان تاريخ الازدياد يتبدل على وراق شي بنات اخرين ولا ما عرفتش انا المهم كيفاش داروا داك الشيء ما فهمتوش. داروا تاريخ الازدياد مجهول وداروا خديت النسب ديال جدي وخديت الاسم ديال الام يعني اللي هي خالتي اللي رباتني هي اللي دارتني بان هي ام عازبه وعطاتني الكنيه ديالها اللي هي ديال باها. المهم وليت الحمد لله تهنيت من العصا ومن الضرب ومن التعذيب ولكن ممارسه العنف بالكلام وبالسبان وبنتي حراميه انت هادي دار عمرت بالحراميين دار هادي دار هادي ما كتساليش يوميا. بديت كنكبر شويه دخلت كنقرا المهم قريت كان أقل واحد العام كنت كنقرا في السادس. عندي واحد خالي معاق من رجليه تما عايش في العربية معاق من رجليه كيبقى يعيط ليا جي أمال ديري ليا هادي مدي ليا هادي صوبي ليا هادي. واحد النهار الصيف يعني شديت العطلة ديال السادس تعرف العربية كتكون الحرارة يعني والشمس كيكون كلشي يعني مول الغدا راه خصو ينعس الدنيا خاوية هادي كيعيط ليا جيبي ليا الما بغيت هادي بغيت هادي. نهار على نيتي انا دخلت له قرعه د الماء ويقول لي جلسي حدايا جلسي حدايا شوفي لي راسي علاش كياكلني. واخا خالي انا ديك الساعات يعني عادي انا خالي هذاك انا جالسه بحال هكايا هو متكي لي على رجلي وانا كنقلب ليه في راسو كنقول له خالي ما فيك حتى شي حاجه راه فيك غير بحال القشره ورماج شويه فائده بيه كنلقى يدو خاشي عليا في حوايجي كيتحرش بيا. شاف مرات خالك ديك الساعه هذاك خالي تقريبا عنده شي كدا 30 عام بالضبط شحال بالضبط ما عرفتش من 36 ولا 35 ولا ما عرفتش ديك الساعه
هذيك الساعة ديك الساعة كانت فاطمة تمشي ديك الساعة. انا قلت لك العطلة ديال الساد قريبا عندي شي 12 عام بحال هكاك ولا اكثر من 12 شي 12 عام هكاك ما كاملاش ماشي 12 عام المهم 12 عام بحال هكاك شي 12 عام. قلت لك خاشي يدو كيتحرش بيا انا حيت كنت كنشوف ديك المسائل اللي كتوقع عند ديك السيده كنت كنشمع يعني كان فهمتي بقات ليا بحال الصوره داك التحرش بقى ليا صوره في العقل ديالي كنشوف كنعرف بان داكشي خايب صافي نتا انا يا هربت منه ويقول لي شوفي ما كيهربتي قلت له لا غير ما قال لي لا راه كنضحك معاك اجي غير كنضحك معاك صافي من تما وليت كنهرب منه كما كيعيط ليا كنرمي له الحاجه من البعيد وكنهرب مابقيتش كنقدر نقرب ليه ما قدرش نقولها لتا شي واحد حيت الا قلتها غايقولك كتكذب وهذا ولدنا وغنولي في مشاكل وغادي يديوني لبلاصه اخرى وغنولي في تعذيب صافي ما قدرتش. ما بقيت بحال هكاك وصلت للسابعه العام اللي غنطلع للسابعه هذاك خليل اللي قلت لك دائما كي اللي شافني كرهني ما حملنيش قال لهم هي وصلت الاعدادي اختاروا وحده فيهم غتبقى هي الكبيره يا الصغيره قالوا لي زعما علاش هو كانت عنده بحال السلطه داك خالي يعني كيسمعوا ليه والدي طاغي بزاف طاغي وحكار ويقول لهم لا وحده فيهم غتبقى الا ما انا ما غاديش ما يمكنش نتحملوا المسؤوليه صافي راه كبروا يديروا لنا شي مشكله يديروا لنا بحال مهم مهم جاك الحراميين حتى هما يولوا دايرين لنا الكراش هنا هذه هذه. قالت له ناض جدي قال له شوف حتى شي وحده ما غتمشي سيرتو انا كنت عزيزه على جدي كنت عزيزة عليه واحد الدرجة فوق ما تصور كان تيجي كان سخن ليه الماء نغسل ليه رجلي لأنه كان راجل كبير ومريض وفهمتي لقى فيا عزيزة عليه المهم عزيزة عليه واحد الدرجة فوق ما تصور قال له لا ما غتمشيش لا الصغيرة لا الكبيرة ما غتمشيش المهم بقينا بحال هكاك دخلت أنا تقيت في الإعدادي واحد المسافة بعيدة كنمشي نقرا كنجي وفرحانة لأنني كنت باغا نقرا وباغا نوصل وباغا كانت ديما ديك البصمة ديال المعيور تمك فاعلة تاركة كانت عقدة وسيرتو داكشي اللي عشت أنا بسبب الأم ديالي قال لي فهمتي ما بغيتش يعني شي حد ينعت فيا ولا يقول هاي بحال ما ولا كنت دائما كنشوف غير شي دري دايز ما كنحملوش يعني جات عندي ولات عندي عقدة. المهم دخلت كنقرا واحد النهار خارجة بحال هكا جاية للدار وصلت للدار كنسمع الغوت قبل ما ندخل الباب ديال الفيرما فين كنا عايشين كنسمع الغوت هزو جنوي خالي وواقف من دخلت بحال هكا ويشدني من شعري ويتكيني قال لها دابا شنو نذبحها جداتي بقات كتغوت انا كنغوت كنقول ليه مالي شنو درت لك انا باش غتقتلني شنو درت لك قال لي يا ما حشمتيش كتجابي معايا وانا حصلتك مع واحد قلت له انا حصلتيني مع واحد واش خالي كتهضر بصح شو مالك زعما تحط عليا هذا الباطل واخا انت ما كتحملنيش ماشي مشكل ولكن باش تحط عليا باطل وتقول انك حصلتيني مع واحد راه حشومه كيقول لامو والله تحصلتها وكيتصور كيحلف كيقول راه حصلتها راه خاصها تخوي الا ما خواتش غادي نقتلها هما تيقوا كلشي تيقوا كنقول لهم غير سمعوني انا غير يلا معايا المدرسه شوفوني معايش خرج شوفوني البنات اللي كانوا جايين معايا في الطريق وشوفوني واش خرج شي ساعه ولا حتى شي واحد ما بغى يتيقني وينقز واحد ولد خالتي كان عارف هذاك خالي يعني ما مزيانش ويقول لهم راه غير تيكذب هذاك راه غير كذاب انا غنمشي معاه المدرسه وغنسول وهذه قالوا لي لا ما تمشيش معاه قال لهم لا راه غتضيعوا البنت راه خصها تبقى قال لي لا والو ما تبقاش عندنا هنا صافي خرجوني من داك البلاصه اللي انا فيها عيطوا عاوتاني لديك خالتي قالوا لها راه شنو قلت لهم ما يمكنش قالوا لي كنقول لها راه والله حتى كيكذب عليا راه ما كاين حتى شي حاجه رانا ما باغاش نخرج من المدرسه الحمد لله ان كانت يعني غير داك الشهرين الاولى نقلاتني قالت لي صافي دابا ماشي مشكل غنديك معايا تكملي قرايتك في البلاصه اللي انا فيها في المدينه معليش جيت انا معاها للمدينه جيت عاوتاني انتقلت لواحد العالم اخر انا مولفه غير الباديه مولفه غير العربيه ما كاينش الناس بزاف ما كاينش وليت كنشوف شي حوايج في المدينه ما تقبلتهاش دخلت في حاله اكتئاب مرض كنمشي للمدرسه كنحس باحتقار يعني كنلبس غير داكشي ديال انت عارف بنات الباديه ما كيكونوش بحال بنات المدينه ملي كتلبس شي حاجه كيبقاو يضحكوا عليك كيحتقروك. المهم داك العام دز عليا كحل هكاك صبرت ونجحت قريت طلعت عاوتاني للثامنه
هذيك خالتي قالت لي شوفي انا راه ما عنديش وظروفي صعيبه وهذا بغيتي تقراي انا يلا جدي شريك الكتوبه ونمشي. قلت لها صافي ماشي مشكل. تصور خايبه دار كتكون الشتا والبرد وانا كنلبس صاهيه طويله وكولون وصنداله حيت ما عنديش الحوايج. كنقول ماشي مشكل كنمشي كنقرا. واحد البنت تما كانت في الحومه قالت لي اجي امل علاش كتلبسي بحال هكا. قلت لها ما عنديش وهادي. قلت لي امك ثلاثه امي ما عندهاش خدام على قد الحال. قلت لي واجي تبقاي تخدمي عندي. ديك الساعات كانوا التيليبوتيكات عرفتي التيليبوتيك كتجي السويع اللي ما تقرا يجي تبقاي تردي غير الصرف للناس وندور معك كل سيمانه نعطيك. قلت لها واخا نشاور مع الوالده ولا خلاتني نجي. قلتها لامي قالت لي صافي سيري ولكن عندك لقاك مع شي واحد ولا يجي شي حد يهضر معاك وتهضري معاه. قلت لها لا. بديت كنمشي كتعطيني ديك 50 درهم في السيمانه كتعطيني ديك 40 درهم 30 درهم على حسب كل مره وشحال كتعطيني كنجمعها. وليت كنشري مره هادي مره هادي مره هادي. المهم الحمد لله طلعت للثامنه. المهم بقيت غاده بحال هكايا كنخدم ديك التيليبوتيك وكنقرا. واحد النهار الوالده اضطرت انها ترحل من ديك الدار. رحلت من ديك الدار حنا لواحد الجهه اخرى سكننا في واحد الدار هنا ثاني غتبدل حياتي. كنا في واحد الدار تقريبا شي شهرين شافني واحد الدري ود الحومه كل نهار كيتبعني كل نهار انا ما كنهضرش معاه وانا نقول للوالده بلا هذاك ولد الجيران راه كيتبعني وهادي وهادي وهادي. هي تشدو تلاقات معاه في الزنقه شداتو قالت له علاش كتبع بنتي شنو باغي منها. قال لها بغيت نتزوج بها الا قبلتي عليا. قالت له هي ساعه الربح ملي انت باغي الحلال هي ساعه الربح. جات عندي للدار ديك الساعات هذاك العام باش انا في الثامنه الاخت ديالي غتنتقل تعيش معنا في المدينه لان وصلت لواحد السن باش غتقرا البكالوريا ما كاينش في ديك المنطقه. عندك المنطقه فيها حتى اعدادي ما كاينش هذيك 5 ولا 6 ولا باك ما كايناش كاين غير اعدادي. يعني خاصها تنتقل باش تجي تقرا في المدينه باش تكمل قرايتها. جات قالت انا وديك اختي انا يعني فاش كنت تما في العربيه اكتشفت بان اختي. المهم فرحت بان عندي اختي وعندي ولكن بقات عندي دائما واحد الحلقه مفقوده خويا فينا هو. دائما كنسول خالتي اللي رباتني كنقول لها خويا فينا هو. كتقول لي راه بقى حكا مع دار خالك. هو راه ماشي مع دار خالي. انا خويا خرجوه للزنقه اكتشفها من بعد خرجوه للزنقه هو عنده 6 سنين. يومنا هذا ما كنعرفش هذاك خويا فين هو. يا ريت لو كان نعرف غير فين هو. ما عرفتش واش حي ولا ميت ولا عايش ولا مكربص ولا شنو طرا بيه ما عرفتش. ما يهم عليناش. انا قلت لك غتقلب حياتي. الوالده وافقت انني نتزوج. انا ما بغيت. كان عندي حلم انني نكمل قرايتي راني نكون شي حاجه زوينه في المستقبل باش الناس ما تبقاش تهضر ما بقاش يقولوا بنت فلانه بنت فلانه حيت كان كلشي كيعايرنا بالام. كلشي كيعايرنا ما كاينش شي انسان ما كيعايرناش. اي واحد كينوض كيقول لك راه تخرج بحال ما غدير باغي يديروا بحال مهم غيتركوا بحال مهم. دائما ديك بصمه عار بحال اللي بقات على الظهر. كنت انا كنبقى نعاني كل ليله كنبقى نبكي كنقول علاش. لا انا ما بغاش نتزوج انا بغيت نقرا بحال اختي هي دابا قربت توصل. اسمح لي. قلت لها بغيت نقرا. قالت لي لا انا ما يمكنش ليا المصاري بزاف عليا وانا هادي وانا هادي وانا هادي. وهذاك العام اللي جا داك السيد يخطبني كانت هذيك خالتي تقدم لها واحد السيد باش يتزوج بها خاصها تشوف حياتها. انا فنيت حياتي عليكم انا كنخدم عليكم انا كبرتكم صافي وصلت عيالات انا خصني نشوف حياتي. كنت باقا شويه صغيره. فاذا بها هي ديك خالتي كانت باغا تتزوج. علاش؟ لان كانت حامله مع واحد السيد وخصها دير العقد باش ما تفضحش هذيك خالتي.
احنا ما كناش عارفين حامله. المهم قالت لي لا غتزوجي. عيطت لجدي قالت له راه امال راه جا فيها واحد الخطيب وهادي وهادي. قال لها يا ساعه الربح. المهم اتفقوا مع الناس. جات الام ديال داك الدري جات عند خالتي قالت لها خالتي قلتي بغيت نهضر معاك نتوما باغي البنت ولكن راه كاين واحد الحاجه اللي ما خصكم تعرفوها. انا راه ماشي امها، انا غير مربيها خالتها. امها راه ما عندهاش، باها ما عندهاش، ما عندها الاوراق. راه هادي راه غير انا مقاده لي من الاوراق. ما بغاتش ديك السيده رفضات. قالت ولدها لا ما يمكنش تاخذ واحده حراميه ما عندها لا اصل لا فصل لا والو. هو قال لها لا انايا بغيتها منها نخلق، الا ما تزوجت ديك البنت غنخوي انايا الدار ولا غندير فراسي شي حاجه. ممكن متعلق بيا خصو يتزوج بيا وربي كبير. ما عليناش، جاو لدار جدي. مشيت انا لدار جدي طلعونا، كساتني الوالده باش زعما نبان قدام الناس. مشيت كنبكي على جدي قدامو باش نتزوج. قال لي بنتي انا ما بقى لي والو في العمر، ما غاديش نعيش قد اللي عشت، وانتوما بنتي يتامى الحيين ضروري خصني بنتي نرتاح على واخا غير وحده فيكم باش نموت مرتاح. راه لا متى بنتي راه ما كاينش اللي غيكون بيكم. يعني بحال هو كان كيساعد خالتي، كيساعدها في المصاريف ديالنا، كيصيفطها شي بركه هكا. ما عنديش اختيار، شنو غندير؟ ما عنديش اختيار. صافي تقبلت الامر الواقع، تزوجت. ساعات كانت في عمري 14 عام ومشي 3 شهور بحال هكاك. انا غنتزوج، ما عارفاش هاد الزواج، ما عارفاش هاد الحياه اللي غنتقل ليها، باقا صغيره. المهم مشاو باش غيجمعوا لي الوراق. القاضي ما قبلش لانني باقا صغيره 14 عام و 3 شهور ما يمكنش تزوج. نفس القضيه دار جدي عاوتاني، عطى الفلوس قالوا لي غتجمع 12 شهاد باش هاد البنت نديروا لها العقد باش مهم درت العقد. بقيت كنتسنى بان زعما غيديروا لي شي حفله ولا شي حاجه باش نمشي لدار العريس ديالي. جيت جلست في شهر في دارنا عند الوالده على ما يجمع ما باش كنقول زعما راه غادي يقادوا لي المسائل ديالي. بقيت بحال هكا. واحد النهار وهي تنوض خالتي بحال هكا تقول لي بنتي، قالت لي يا بنتي ما عندي ما نقول لك، راه غادي تجمعي حوايجك وغتمشي لدار راجلك. انا راه ما عندي ما ندير لك، انا جدي غنشري لك شي حوايج تديهم معاك. قلت لها كيفاش واش انا غنمشي زعما ما ديروا لي حتى شي حاجه؟ قالت لي ما عندي ما ندير لك، غتهزي حوايجك وغتمشي. صافي قلت ماشي مشكل حيت ما عندي ما ندير يعني صافي. مشيت سيدي غنبدا واحد المعاناه عاوتاني اخرى. اول نهار غادي نمشي لدار الراجل ديالي تنطلع كنلقى الدار خاويه، مهزات حوايجها وخرجات ما بغاتنيش. ما كاين لا خواتاتو لا حتى شي حد من عائلتو. المهم قال لي حكا راه غير مشغولين وهادي وهادي، حتى هو ما دار حتى شي حاجه يعني شي حفله ولا شي حاجه ما دار والو. دخلت زعما داك بيت النعاس اللي كنقولوا حنا راه بيت النعاس ديال العروسه يعني جديده. شنو كنلقى خويا بدر؟ بيت النعاس كنلقى حصيره وجوج مانطات في الارض وساده ومانطه. هذا بيت نعاس دخل عليه عروسه بقى صغيره ما عارفه شنو غدير. امك ما اللي خالتك اللي مرباتك ما قالتلك شنو ديري ولا شنو تفعلي، ما فهمتش عادي ما تكلمش لان ماشي من حقي نتكلم. المهم لغد لي جات الام ديالو على الصباح كدق علينا كتقول لي نوض واش باقي ما شبعتش واش نعاس واش هادي. تما عاوتاني غتبدا المعاناه ديال تماره وديال حرتو عليك وكان واحد عمو معاق تما كينات وحاجه كيدير تحسك منه كلشي بحال اللي ارتاحوا من جابوا خدامه يعني كنشقى عليهم كان ولات كتعاد توريني كيفاش نعجن كيفاش نطيب كيفاش ندير. علمتني كل شيء غير باش هي ترتاح. عشت واحد تقريبا واحد العام صافي كنتفاجئ براسي حاملة. حاملة الوحام صعيب ما عارفاش داكشي شنو هو كيفاش داير داك الوحام. قبل بعدا قبل بعدا قبل ما نحمل كان كيجي هو مثلا من الخدمه
هو اصلا ما كانش خدام، يعني بحال كان غير تيبريكولي مع الناس، كانش ما كانش فحالو كاع. الا دخل غير 200 درهم في السيمانه راه لاباس عليه. كان كيجي من الخدمه، انا تصور كان فيق مع السبعه، كنوض من السبعه وانا واقفه حتى ل 11 الليل عاد نقدر نجلس، عاد ما نحقي نجلس. كنشق على هذا ونخدم على هذا، ويجيو خواتاتو ويجيو بناتهم، ونشق على هذا ونطيب لهذا ونقد خاطر هذا، وبحال اللي تقول ربي كنعطيني واحد العقل وواحد الصبر من عند الله. يعني بحال اللي تقول الدنيا بقوه الضربات اللي ضربتني وانا صغيره تعلمت، وليت كنشوف وكنقدرش نتكلم. كيجي مثلا من الخدمه كتقول لي ما شتيش فلانه ديالك، كيقولها مالك، كتقولها راه قياله في الشرجم، والله ما دارت معايا شي حاجه اليوم. كيشدني اخويا بدر كيعطيني قتله هاد العصا، تصور كيشدني من شعري من الكوزينه ويجرني حتى للبيت. واحد النهار حرشاتو بحال هكا، يدخل شدني من الكوزينه جارني من شعري حتى للبيت النعاس، دخلني وكان لابس واحد الصباط بحال شكل البرود، كان عفط لي على راسي. كيقول لي راسك غنشتو لك دابا، اللي قالت لك امي هي اللي ديريها. كنقول اقسم بالله راه من السبعه ملي كتخرج انت وانا كنوض راه ما كنجلش، ياك انت كتجيب الليل وكتلقاني باقه واقفه في الكوزينه. كيقول لي لا، علاش كطلي من الشرجم؟ منو عطلي من الشرجم؟ انت دايره الحجاب، منو عطلي من الشرجم؟ امل ما تبقى يا فكيكون باختصار، لان مازال معنا جوج قصص اخرين وكاين الناس اللي باش نجيبوها مع السحور. ان شاء الله خويا اسمح لي طولت عليكم. ماشي مشكل. المهم بحال هكا بقيت اخويا كنت كديك المعاناه، حملت ما كاينش اللي يعطيك تاكل، ما كاينش اللي يعطيك تشرب، بقيت بحال هكاك صافي. بقيت كنعاني توصلت عندي 6 شهور، كانت عندي ديك الساعه بنيتها فكرتي 6 شهور. جاني واحد النزيف حاد وهي تموت لي هذيك البنت. ماتت لي هذيك البنت صافي، مشيت حيت هذيك البنت. النهار اللي غنحيد البنت وغنجي من موراها بيومين كيعطيني قتله بالكابلي ديال الضو، فيما كيضرب كيطير اللحم، فيما كيضرب كيطير اللحم على والو. علاش غير؟ قلت له راه خصني الدواء ديال الحريق. المهم عشت المعاناه، خرجنا من الدار، رجع علينا مو، بقينا بحال هكا كنتكربصوا من بيت لبيت مع الجيران مع الناس، مره كيعطي صاحبو بيت يسكن فيه، مره صاحبو الاخر. الحمد لله وليت انا قلت له اش غدير، انا غادي نخرج نخدم باش نتعاون انا وياك، انت من جهه وانا من جهه ونخدموا باش نتعاونوا. المهم خرجت كنخدم اخويا بدر، كنخدم في الميناج، كنخدم في هادي، فاش ما قسم الله كنخدم. انني كنحط لدرجه انني كنحام راسي من الحوايج، من الماكله، من الشراب، نقدر ما نفطرش وما نتغداش غير نتعشى باش نجمع الفلوس. طقت عاوتاني حامله، بدينا كنجمعوا، قلت له دابا غادي تزاد عندنا شي ولد ولا بنت، خصنا نجمعوا راسنا، خصنا هادي. فعلا ولينا كنجمعوا شويه الفلوس، ترقعنا من داك البيت، سكرينا دار، سكننا، الحمد لله ولات الامور كتزيان. هو عاوتاني لقى خدمه زوينه، انا عاوتاني لقيت خدمه زوينه، يعني بواحد الطالير زوين، ولينا كنخدموا. زاد عندي داك الوليد، الامور هي غاديه، واخا وقعوا مشاكل زياده. داك الولد ما جاتش، ما بغاتوش، ما بغات، ما شافت حفيدها، ما جاتش عندي، ما تستقبلونيش، عادي ماشي مشكل. المهم بقات الحياه غاديه، نحاول نختصر لك خويا بدر باش ما نطولش عليك. بقات الحياه غاديه، عاوتاني حملت بالبنيته، ملت بنيت صخرة، الحمد لله تيسرت الأمور، ولينا ميسوري الحال، يعني ولات عندنا الفلوس، ولينا بخير. وليت أنا كندير التجارة، كنخدم في التجارة، يعني دار ليا محل كنخدم في التجارة، وخا بواحد المبلغ قليل، ولكن الحمد لله كبرت أنا داك المشروع، خدمت فيه. كنت كنخرج من 3 الصباح وأنا خارجة باش نجيب سلعة باش نجي نبيعها. المهم ضربت تمارة، تصور حاملة وكنضرب تمارة على وديت هداك، يعني داك البروجي باش يكبر. مهم بقينا غادي الحمد لله، ولينا بخير، يعني ولات عندنا كاريه، دار زوينه، ولات عندنا طوموبيل، ولا عندنا الفلوس، ولينا عايشين، كناكلو وكنتكساو بخير. حتى زاد عندي الوليد الثالث، هنا غتقلب الحياه ديالي عاوتاني. زاد عندي الوليد الثالث، غتقلب ما بين الخير وما بين الشر. الخير هو ان مثلا شرينا دار، امتلكنا دار، ولات عندنا الدار ديالنا، ولو ان كان فيها واحد الجزء من البنك، ولكن كانت ولات ديالنا، يعني ما عندناش شي حد كاري لينا ولا حرين نديرو فيها اللي بغينا. هنا غتقلب الحياه ديالي، هنا غيولي عنده الفلوس، عنده الطوموبيل، غيولي كيخوني، غيولي عاوتاني كيتكرفص عليا، ما كيعطينيش حقوقي، ما كيتسوقش ليا، ما ديما نجمع انا الفلوس يجي يديهم ليا، يجي حلا كيسد اللي بغا ويخلي اللي بغا. ملي كنجي نهضر معاه كيضربني، كيقول لي ماشي شغلك، واش انت مرا ولا راجل تحكمي فيا، واش انت هادي، واش انت هادي.
المهم ولات المشاكل ولينا عايشين في واحد المشاكل ديما المشاكل ديما المشاكل. وليت انا مريضه مرت نفسانيا دخلت واحد حاله اكتئاب وليت كنتعالج نفسيا ثلاثه الاطباء اللي دزت من عندهم نفسيا يعني صافي ما بقيتش قادره نتحمل ابيض حوايج وخرج ليا من الدار ما بقاش كيعطيني لا مصروف لا حتى شي حاجه وليت عاوتاني في الحضيض يعني ما بقاش يعني وليت المحل اللي كان عندي داير ليا داليا كلشي حيدو قالك صافي ما تقلتي في الدار يعني باش هو يدير اللي بغا حيت انا يعني بحال وليت كنفيق باش كنفيق من داك الاوهام اللي كان معيشني فيها بالرغم انني كنت دايره فيه امي با خويا عائلتي يعني هو اللي عندي اول انسان غادي في حياتي غيكون هو. المهم بقيت بحال هكاك واحد النهار صافي وليت عاوتاني كنخرج كنخدم حسني ما نوكل لولادي كنقول دابا يهديه الله دابا يجي نهضر مع دارهم كنهضر مع خوتو والو داك السيد غادي وكيتبدل. واحد النهار خارجه كنخدم خليت الوليدات ديالي عند ديك خالتي انا غنمشي نخدم قالت لي واش باقا نفس المشكل قلت لها باقا نفس المشكل. كنجيب الليل مع ديك العشرة د الليل كنتفاجئ ان القفل ديال الدار تبدل جا حيد لي القفل ديال الدار بدل لي جيت انا يا كنعيط لي طافي التليفون عيطت لخو قلت لي راه شنو واقع شنو واقع راه غنمشي نديكلاري عند البوليس راه خصني ندخل انا ولادي راه 12 الليل دابا وانا في الزنقه انا وثلاثه الاولاد كي غندير لهم. المهم قال لي تسناي واحد شويه ما تزربيش انا غادي نجي. جا فعلا خو جاب لي السوارت حل لي الباب دخلت للدار سيد رجع عندي للدار ولا كيتاني كيقول لي لا راه عندي ضغط وعندي مشاكل وعندي واحد الكريدي والبنك غتحجز عليا وهادي وهادي غنضطر انني هاد الدار نرهنها غنخرج ونكري وغادي نرهن الدار باش نحل المشاكل. قلت انا يعني بحسن النيه قلت يا ساعه الربح يعني الحاجه اللي غادي تدخلك انت للحبس ما عندنا ما نديرو بها. فعلا خرجني كرا لي بواحد البلاصه بواحد المبلغ خلاني في ديك الدار انا والوليدات مشى راه الدار مشى شرا كونطرا وخرج لبرا صافي خرج لبرا وخلاني انايا كنتصل بالسيد كاينش الرقم ما خدامش كنعيط لدارهم كيقولوا لي ما عرفناش فينا هو. حتى واحد النهار كنتفاجئ برقم من دوله عربيه كيتصل هضر معاه الولد ديالي انا راه داك الرقم اتصل عاوتاني قطع وعاوتاني اتصل انا سمحوا لي ما سلمتش عليكم وجاتني نمشي على غفله وانا هادي وانا هادي وانا هادي وانا هادي ماشي مشكل انا ماشي مشكل السيد غيبدا يصيفط ليا باش نصرف ونخلص الكرا الى يومنا هذا خويا بطل الى يومنا هذا. مشيت حيت كندفع في الدعوات نفقه نفقه صافي في الاخير دفعت دعوات ديال الطلاق صدقت خارجه من ديك الدار جراو عليا مواليها لان ما عنديش فين غادي نمشي اضطريت نرجع عند خالتي اللي مربياني كنجلس معاك وانتي دابا عايشه غير بوحدك لان هي كانت جوجات ولدات بنيتها وداكشي قلت انا غادي نعيش معاك الا قبلتي انا ووليداتي وانتي غير انتي وبنتك وهادي انا نخدم ونعاونك في المصروف. قالت لي صافي ماشي مشكل جلستي معايا جلست معاها واحد الفتره يعني وليت كنخدم وليت كنخرج كنقلب على الخدمه كنجي غير باش فهمتي باش نكون بولادي كنعطيها جزء من الكرا وجزء من الموضوع كنصرف وداكشي اللي بقى كنصرفو على ولادي. المهم داك البنيته ديالها كبرات جاها واحد الخاطب أن غتزوج البنت ديالها زوجات بنتها فعلا انا درت واحد الكريدي عاونتها في العرس ديال بنتها عاونتها في كل شيء لان كتبقى كنقول هذيك امي مربياني وهذيك بحال اختي يعني واخا ماشي شقيقتي راه اختي. المهم عاونت تعاونت معاها وداك الشيء بقيت حتى واحد النهار راحت البنت لدارها صافي دازت تقريبا شي 3 شهور واحد النهار وانا كنجي بحال هكا من الخدمه ماشي للسد العشيه كنلقى السيكان ديالي مجموعين حوايجي كلهم مجموعين قلت لها امي مال هاد الحوايج مجموعين قالت لي جلسي بغيت نهضر معاك الله يسمعنا خير جلس اللي ما عندي ما نخبي عليك انا راه بنتي غنجيبها تعيش معايا حاش راجلها ما بقاش قادر يخلص كرا ما خدامش وانتي دبري على راسك. قلت لها امي كيفاش غنقولي لي دبري على راسك وانا يلا خلصت معاك الكرا وعارفاني خدامه على قد الحال ب 2000 درهم شنو غدير لي 2000 درهم شنو غندير بها شنو فين غنعطي راسي فين غنمشي اللي ما عندي ما ندير لك. المهم بقيت دخلت انا وياها في نقاش حاد تصور اخويا بدر الشتا والبرد الشتا والبرد شهر 12 وخرجتني في الوحده ديال الليل انا وثلاثه الاولاد اقسم لك بالله خرجتني في ثلاثه د الليل انا والولاد ما عندي فين نمشي ما عندي لا حنين لا رحيم بقيت كندور كنقول فين غنمشي فين غنعطي راسي فين غنمشي فين غنعطي راسي وانا نمشي عند واحد بنت خالي
ما رضاتهاش بوجهي، قلت لها اختي انت الا قبلتي نجلس عندك غير واحد المده وغادي نمشي بحال هادي، حتى هي عندها وليداتها وعندها راجلها، قلت لها نجلس معاك غير شويه وانا الا ما قد اموري راه الوالده شنو شنو. قالت لي صافي جلسي. جلست عندها 4 ايام مابقاتش قادره تحمل اختي، راه الراجل كيهضر والمصاريف وهادي وهادي. اضطريت نخرج من ديك الخدمه باش نبقى نخرج نقلب على ديك الكرا فين غنمشي. المهم خارجه واحد النهار بحال هكا كنقلب على الكرا، فين غادي نلقى الكرا خويا بدر؟ القاه في الدار اللي ساكنه فيها هذيك خالتي اللي جرات عليا، هي الوحيده، دوك الناس هما الوحيدين اللي قالوا لي غنتعاملوا معاك غتسكني وما تخلصيناش، يعني عارفيني اللي زعما محشومه على قدرت لك هذا الشيء، غتسكني وخا ما تخلصيناش هذا الشهر حتى تخدمي وعطينا الشهر ديالنا. فعلا طلعت اخويا بدر للدار، شنو غنفرش، شنو غنتغطى، شنو غناكل، شنو غنشرب باش غنطيب؟ ما عنديش، عندي حوايج ولادي وحوايجي في السطيكان. وشهر 12 كنقول لك اخويا بدر كنفرش الحوايج ديال ولادي وكنغطيهم بالمنطوات ديالهم، كنخرج من 7 الصباح وانا كندور وانا كندور وانا كندور وانا كندور، ما كندخل حتى 12 ولا 11 الليل، كنجي والو كنجي والو ما كاينش. بقيت بحال هكاك حتى الحمد لله ربي سهل، لقيت واحد الخدمه بقيت غاده خدامه كنخلص داك الكرا، شاط ليا ناكل ما شاطش ليا ما كناكلش. جات ديك مرات الدار طلعت عندي قالت لي فين هو، قلت لها ما عنديش، مسكينه عطاتني شي حاجه الفراش، طلعت لي بوطه صغيره. المهم وقفات معايا ما عمرني غنسى خيرها، الله يجازيها بخير. المهم بقيت بحال هكاك خويا بدر كنعيش هذيك المعاناه بحال هكاك دائما دائما نفس المعاناه. يعني واحد الحاجه اللي انني تخطيتها الوالد ديالي غنعرفو غير ما تبقاي اختي صافاك امل. واخا واخا خويا صافي نوقف هنا خويا بدر، نوقف هنا صافي، هذه هي الحياه خويا بدر، انا عايشه تكرفيس وعايشه. كملينا بعد على الاب ديالك، بغينا نسمعوا الاب. الاب ديالي الاب ديالي خويا الاب ديالي وقتاش غادي نعرفو، كانت عندي ديك الساعه 26 عام. فإذا بيا كنتفاجأ أنا واحد الدري جاي كيسول كيقول بغيت فلان على الأم ديالي، جا البادية عند طرجدي قالوا لي شكون أنت؟ قال لهم أنا ولد فلان اللي والدة معاه بنتكم، بغيت نشوف خواتاتي، راه الأب ديالي على فراش الموت راه بغى يشوفهم. صافي اتصلوا بيا أنا قالوا لي واش يعني قابلة تمشي تشوفي، اتصلوا بأختي قالوا لي أختي ما بغاتش رفضات، قالت لهم أنا ما سولتش فيا تقربي موت عاد جاي كيسول. كم انا ما انا يعني باغا نشوفو، انا الامنيه ديالي نشوف غير الصوره ديالو كيفاش دايره، غير نسولو علاش يعني يسمح فينا وعلاش ونعاود ليه غير المعاناه اللي دزت منها. يا ديك صافي مشيت للبلاد اللي فيها الاب ديالي، مشيت ليها تصور اخويا بدر غادي ندخل على فراش الموت، شحال غنشوفو ديال الوقت؟ غنشوفو 3 السوايع وغيموت. ثلاثه السوايع غادي نعرفو، 3 السوايع غنعنقو، 3 السوايع ما غيهضرش معايا لانه على فراش الموت ما كيهضرش، 3 السوايع وغادي يموت وصافي. بحال اللي ولادو عيطوا لينا غير باش يحقوا لي ديك الامنيه ديالو قبل ما يموت، من بعد غيجروا علينا. صافي هذا هو يعني المعرفه ديالي. صوره وحده بقات عندي هو انه راه كيشهدوا لي مات الى حد الان، هذه الصوره الذكرى الوحيده اللي بقات عندي. هذه هي القصه ديالي خويا، واخا انا اختصرت لك بزاف ديال الحوايج ما بغيتش يعني نتقل عليكم. قصه صراحه بالعكس نشكرك بزاف، والمعاناه باقي هي الله يدير الخير وصافي. باش نقول لك نتمنى كل من كاين في اللايف يدعي معايا غير باش نلقى شي خدمه نكون بها مع وليداتي. الا بغى شي واحد يعاونك في خدمه نعطيو الرقم. ما كرهتش اخويا والله، انا مدينه في تصفي دابا. انا قول سلا فسلا، واخا اللي بغى يعاونها يجلس معنا عبر الصفحه الرسميه الفيسبوك بي ا دي اي. كرهت اخويا يدعي معايا كل شيء. ال اي كتب لي بغيت الرقم ديال امل من سلا ونعطيكم رقم ديال امل. امل تتمنى بعدا كل الناس اللي تيتفرجوا كلهم انهم يدعوا معك. تنشكرك بزاف امل. بغيت كل شيء اخويا بدر قبل ما نسد الخط، بغيت كل شيء يدعي معايا، يا ربي تفرجها عليا ويسهل عليا الله بشي خدمه، ما باغاش انا